السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلب الطلبات صف ثالث الإعدادي، أهلا بكم مرة تانية مع حل تمارين اللونج مان، حل الاختبار الأولاني في كتاب جيم على الوحدة الأولى إن شاء الله. طبعا بدايتنا بيج 51 صفحة 51 بتبتدي طبعا بالمحادثة. بيقول لي finish the following dialogue. عندنا حازم decided to visit the Grand Egyptian Museum with طارق. بيقول لي إن حازم قرر، خلي بالك حبايبي إن كلمة decide بيجي وراها to، decide to بيجي وراها مصدر. فبيقول لي decided to visit the Grand Egyptian Museum with طارق. مع طارق. فطارق بيقول له I'm going to the Grand Egyptian Museum with my father. يعني أنا هروح المتحف المصري الكبير مع بابا. Would you like to come with me؟ تحب تيجي معايا؟ طبعا ده شكل ما قلنا دعوة، يعني هو بيدعوه ان هو يروح معاه. فحازم قال له yes of course it's nice to go there، طبعا حاجة جميلة خالص ان انا اروح هناك. فسأله سؤال قال له what's in Giza، طبعا it's in Giza الاجابة هنا بمكاني، يبقى اذا كان بيقول له هو فين. طبعا حبيبي انا مسأل عن المكان بسأل بكلمة where، طب بعد where بجيب الفعل المساعد بتاعي اللي هو is، وبعدين الفاعل بتاعي it، فاذا هقول where is it، where is it يعني اين هو. فبعد ما قال له it's in Giza فقال له how will we go there، يا ترى هنروح هناك ازاي. فطبعا رد عليه فقال له oh that's the new car your father bought last month، ده دي العربية اللي باباك اشتراها الشهر اللي فات، فاكيد هقول له في عربية بابا. طب في عربية بابا يعني ايه؟ هقول له in my father's new car. هنروح في عربية بابا جديدة. طب ليه مستر ما قلتش باي ماي فاذرز نيو كار؟ هقول لك يا حبيبي طالما انفصل بين وسيلة المواصلات وكمان حرف الجر حاجة فما ينفعش اجيب باي، بجيب ان او اون. قلنا ان مع وسائل المواصلات الصغيرة اللي انا ما اقدرش اتحرك فيها، اما اون مع بقية المواصلات. فحازم قال اوه ذاتس ذا نيو كار يور فاذر بوت لاست مانث، فرد عليه. فلما رد عليه سأله سؤال قال له ات 8 ام nearly an hour before the museum opens، الساعة 8 ساعة قبل ما المتحف يفتح. فقال له I hope we will have a nice time there، فرد عليه قال له I know it's an amazing place to visit، فأكيد لما قال له فوق that's the new car your father bought last month، العربية الجديدة اللي باباك اشتراها الشهر اللي فات، أكيد هقول له yes it is، أيوة هي. فأكيد هنا هيسأله يقول له طب هنتقابل الساعة كام؟ طيب هنتقابل الساعة كام؟ اسمها when او what time، اي حاجة من الاثنين. يبقى when shall we meet، يعني احنا هنتقابل امتى؟ when shall we meet هنتقابل امتى؟ or what time shall we meet؟ قال at 8 AM nearly an hour before the museum opens، ساعة قبل ما يفتح. I hope we will have a nice time there، بتمنى ان احنا نقضي وقت كويس هناك. فهقول له I hope so، يعني I hope so اتمنى ذلك. تاني I hope so يعني أتمنى ذلك. I know it's an amazing place to visit. تعال حبيبي يلا نشوف السؤال التاني، هو سؤال تكملة القطع. عندنا كلمة watching يعني شاهد، وعندنا aquarium يعني متحف الحياة المائية، go يذهب، home يعني منزل، are going يذهب برضو، بس خلي بالك الزمانين مختلفين فلازم أركز بقى وأنا بختار. catching إما أصطادي إما الحقبي. طب تعال بقولي I like to spend a nice time with my family at the weekend، يعني أنا بحب أقضي وقت جميل مع أسرتي في عطلة نهاية الأسبوع. ويوجوالي إيه تو ذا بارك، إحنا دايما بنروح الحديقة. خلي بالك بقى في نظر من ظروف التكرار، يبقى الزمن بتاع مضارع بسيط، يبقى اختار جو ولا ار جوينج، لا هتقول لي جو، يبقى ويوجوالي جو تو ذا بارك. بات سام تايمز وي جو تو ذا إيه، لكن أحيانا بنروح إيه، فين المكان اللي ممكن نروح هنا؟ هتقول لها مستر أكواريوم، وأكواريوم يعني متحف الأحياء المائية. I love إيه ذا فيش ذير، يا ترى في متحف الاحياء المائيه احنا هنصطاد ولا هنشاهد الاسماك؟ طبعا ما ينفعش اصطاد طبعا، فاكيد هقول واتشينج، يعني انا بحب مشاهده. I love watching fish there or the fish there. We usually return in the evening، طبعا لما اقول نرجع البيت اسمها return home، وانا قلت لكم حبايبي home ما يجيش قبلها to مع افعال المغادره والوصول، فعشان كده ما ينفعش اقول ريتيرن تو هوم، لازم اقول ريتيرن هوم. تعال نشوف اللي بعدها. عندنا كلمه ريزيرف يعني محميه طبيعيه، وعندنا كلمه بيزي مشغول، وعندنا ليفز وليف الاثنين مضارع بسيط، بس واحده مع الجمع وواحده مع المفرد. شوبينج التسوق، ذا شوبينج برضو معناها التسوق، وطبعا قلنا لو جه قبلها ازاي يبقى تيجي مع دو، مفيش قبلها ازاي يبقى تيجي مع جو. بيقول لي اي هاف ا نايس فريند كولد جودي، انا عندي صديقه جميله خالص اسمها جودي. She ain't in Aswan. طبعا هنا لازم اركز، يا ترى ليف ولا ليفز؟ هتقولي لا she وهي وات، والاسم المفرد بيجي معاه فعل plus s or es، فعشان كده لازم اقول
lives. يبقى أقول she lives in Aswan. Aswan is a city. أسوان دي مدينة إيه؟ طبعا لازم أجيب صفة، فعشان كده لازم أقول busy city. وبيزي حبايبي بمعنى مزدحمة، خلي بالك بيزي مع الأماكن معناها مزدحم، مع الأشخاص معناها مشغول. With about 1.5 million people، خلي بالك لما أذكر أي عدد قبل كلمة مليون أو 100 أو 1000 أوعى تحط لها اس. At the weekend، يعني في عطلة نهاية الأسبوع، جودي يوجوالي does different activities، يعني بتأدي نشاطات مختلفة. She goes A، يعني بتذهب للإيه؟ طبعا هنا بقى أوعى تقول she goes the shopping، أمال إمتى كنت أقول the shopping لو قال لي does؟ لكن هنا بقى مش مديني does، بيقول لي goes، فأقول goes shopping على طول حبايبي. فأقول she goes shopping. Also she likes going to the nature A، يعني هي بتحب تروح ال nature A، طبعا اسمها nature reserve، يعني المحمية الطبيعية. تعال نشوف يلا حبايبي سؤال الاختياري. Number one، بيقول لي to find the nearest bank، عشان توجد أقرب بنك go A on. It's next to the park، هنا بيوصف اتجاهات وطبعا عارفين يمشي مباشرة في اتجاه اسمها go straight on. تعال نشوف number two، بيقول لي some of the trams in Alexandria have two A، يعني بعض الترامز اللي موجودة في اسكندرية قلنا ليها طابقين اتنين، يعني لها دورين. فين الدور؟ اسمه floor. فلايس حبايبي بمعنى يطير او ذباب، وعندنا كلمه فلاورز دي ما ينفعش احط له اس، وعندنا كلمه فلاورز معناها الزهور. تعالى حبايبي يلا نشوف نمبر 3، بيقول لي when did your uncle reach Cairo airport، يعني امتى عمك وصل لي مطار القاهره. and this question reach means، reach هنا معناها ايه؟ طبعا احنا قلنا reach معناها يصل، طب يعني وصل. arrive معناها يصل، و arrive in معناها يصل، و arrive at معناها يصل، و leave. الفكرة هنا فين حبايبي؟ الفكرة ان كلمة arrive عشان اجيب وراها مكان بيجي وراها ان او ات. طيب ما هو جاي وراها مكان اهو، هجيب ان ولا ات؟ قلنا ان مع البلاد. طب ما هو كايرو بلد، هقول لك لا هو مش قصد القاهرة، هو قصد مطار القاهرة، فبالتالي هقول arrive at. تعال نشوف نمبر 4، بيقول وي اول لايك رامي، هي از فيري بولايت، ومؤدب جدا. وي اد ذا بريفكس اي تو جيت ذا انتونيم فور بولايت، عشان نجيب عكس بولايت. عكس polite impolite، وقلنا impolite معناها مش مهذب او مش مؤدب. تعال نشوف نمبر 5، بيقول لي اوه اتس ا فيري اكسبنسيف موبايل فون، ده موبايل غالي جدا. ذا opposite اوف اكسبنسيف، طبعا عكس كلمه اكسبنسيف، قلنا اكسبنسيف معناها غالي، اكيد عكسها تشيب، وتشيب معناها رخيص. تعال نشوف نمبر 6، بيقول لي از ا بيلدينج وير هيستوريكال اوبجكتس ار كيبت and shown، ايه المكان اللي احنا بنحتفظ بيه بالاشياء التاريخيه وكمان بنعرضها؟ طبعا ده الميوزيوم، الميوزيوم حبايبي معناها متحف. تعال نشوف يلا نمبر 7، بيقول لي وي يوجوالي بلاي فوتبول، وي بلاي ات ان ذا اوبن اير، بنلعبها في الهواء الطلق، يبقى ده بالداخل ولا بالخارج؟ هتقول لا كده بالخارج. طب اوت دور ولا اوت دورز؟ هقول لك خلي بالك انا عايز ظرف مكان مش عايز صفه، فبالتالي لازم اقول اوت دورز. اللي بعدها بيقول هي informed us about the new project in our village to change inform into a noun at the suffix، بيقول لك هو اخبرنا بالمشروع الجديد في القريه عشان نغير بقى inform دي، inform يعني يخبر، عايزين نحولها لاسم، اسم inform، الاسم من inform هو information، يعني information معلومات، هزود عليها تي اي او ان ولا اي تي اي او ان؟ هتقولي لا اي تي اي او ان. تعال نشوف نمبر 9، بيقول لي كايرو هاز ا لوت اوف انشنت مونومنتس، القاهره دي فيها اثار قديمه كتير جدا. انشنت از ذا اوبوزيت ان مينينج تو، عايز عكس انشنت، خلي بالك انشنت معناها فيري اولد، يعني قديم جدا، هو عايز بقى عكسها، اكيد عكسها مودرن، ومودرن معناها حديث او عصري. تعال نشوف نمبر 10، بيقول لي كارز ار انفايرمنتلي فريندلي مينز اوف ترانسبورت، بيقول لي العربيات الايه دي صديقه للبيئه، فأكيد طبعا العربيات الكهربية اسمها electric cars. electric cars يعني عربية كهربية، مال electrical يا مستر؟ electrical يعني لها علاقة بالكهرباء لكن مش بيمشي بالكهرباء. تعالوا يلا حبايبي نشوف تصحيح الأخطاء. بيقولوا what time is the first lesson start؟ قلت حبايبي الدروس دايما بتبقى ماشية على حسب جدول المواعيد، يبقى أنا كده بتكلم present simple مضارع بسيط، وطالما مضارع بسيط وعندي فعل في المصدر يبقى الفعل المساعد بتاعي يا do يا does. طب الاسم ده مفرد ولا جمع؟ هتقول له مفرد، فعشان كده اقول does. What time does the first lesson start؟ طب لو مفيش start كان is the first lesson برضه صح. قول لي which platform does the train to Alexandria leaves from؟ طبعا هنا حبايبي جاب لي does، وطالما جاب لي does ما ينفعش ازود للفعل ابدا s or es، امال لازم ارجع الفعل بتاعي لاصله، فعشان كده لازم اقول leave بس.
تعال نشوف نمبر 3 بيقول لي she went to work a hair car. قلت حبيبي طالما فصل بفاصل بين وسيله المواصلات وحرف الجر اوعى تجيب باي. طب السياره دي السياره دي من الوسائل اللي بتاخد ان لان ما اقدرش اقف واتحرك وامشي فيها. تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي تامر از اكتف. تامر ده نشيط. هي دازنت كومز ليت. هنا عايز نفي بس هنا ساب لي الاس خلاص ما ينفعش دازنت. امال هقول ايه؟ هقول نيفر. يبقى هي نيفر كومز ليت يعني عمره ما بيجي متاخر. طب نفيد بنيفر ليه؟ عشان نيفر ما بتاثرش على الفعل. تعال نشوف نمبر 5 بيقول لي ذا ترين دونت ستوب ات المنيا today because there are engineering works. بيقول لي ان القطار ما بيوقفش في محطه المنيا لان في اعمال هندسيه. طيب الترين ده مفرد ولا جامع؟ هتقول لي مفرد فبالتالي ياخد doesn't ما ياخدش don't. طب تعال نشوف نمبر 6 بيقول لي every day lunch prepares by my mother. خلي بالك بقى من الكلام، شكل ما شرحنا واللي فاتوا الشرح يرجع تاني للشرح بتاعنا. قلنا ان اللانش هنا مش بيعد ولا يجهز، هو بيعد ويجهز. يعني الكلام ده مبني مجهول، وطالما الكلام مبني مجهول والكلام مضارع بسيط ايه اللي عرفني؟ قال لي every day ده مضارع بسيط. فبالتالي لازم اجيب الفعل بتاعي am is are plus past participle. am او is are والتصريف التالت طالما مبني مجهول. طيب هجيبها ازاي دي؟ هقول لانش ده اسم لا يعد فبالتالي هياخد is. طيب prepares هتقول لي لا هتبقى prepared. تصريف الثالث من prepared فهقول every day lunch is prepared by my mother. تعال نشوف نمبر 7 بيقول لي would you like have a cup of tea. طبعا حبيبي خلي بالك طالما قال لي قبل like would لازم اجيب to زائد المصدر يبقى لازم اقول to have. تعال نشوف نمبر 8 بيقول لي to reach the new supermarket. عشان توصل السوبر ماركت الجديد will go straight on for about 50 meters. خلي بالكوا حبايبي قلنا الانستراكشنز دايما بتبقى في المصدر او بتبدا بكلمه ضم فعشان كده لازم اقول go بس go straight. طب تعال نشوف نمبر 9 بيقول لي سلمى اند عادل usually goes to school on foot. هقول لك سلمى وعادل دول ايه؟ جامع. طب ده زمن ايه؟ تقول لي present simple. ليه؟ تقول عشان usually فبالتالي لازم اقول go. طب اللي بعدها بيقول حاتم never go to the club on Sundays. هنا النفي حبايبي بنيفر وحاتم مفرد ما اثرش على الفعل فبالتالي لازم اقول goes. تعالوا نشوف حبايبي يلا اسئله التست بتاعنا وده في صفحه 53 واللي حسن اند كريم are planning to meet up tomorrow. حسن وكريم بيخططوا ان هم يتقابلوا بكره فكريم بيقول لحسن هاي حسن would you like to visit the Ormond Garden with me. تحب تزور Ormond Garden معايا؟ فرد عليه وقال له I'd prefer to go somewhere indoors. لا انا عايز اروح مكان بالداخل. فاذا هنا ما وافقش على الاقتراح فهقول له I am not sure. I'm not sure يعني انا مش متاكد. فطبعا اقترح عليه اقتراح ثاني قال له great I wanted to visit the library. فاذا هيقول له how about اقتراح بقى عادي خالص اهو how about big or alpha ing فقول how about visiting the library يعني ايه رايك نزور المكتبه. فقال له great I wanted to visit the library. سأل سؤال قال له I like reading exciting stories. يعني أنا بحب قراءة القصص المثيرة. يبقى عايز يقول له أي نوع الكتب اللي أنت بتحب تقراها أو نوع القصص اللي أنت بتحب تقراها أي حاجة من الاثنين. طب ما نوع اسمها إيه؟ هتقول له what kind أو which أي حاجة من الاثنين. طب what kind of إيه؟ تقول له what kind of stories يعني ما نوع القصص. ولو قلت what kind of books برضو صح. طيب وبعدين؟ لازم اجيب الفعل المساعد لايك هنا في المصدر يبقى اجيب دو واي هتتحول ليو يبقى وات كايند اوف بوكس دو يو وارجع الفعل المصدر ولايك ريدنج يعني ايه نوع الكتب او نوع القصص اللي انت بتحب تقراها. هاو كان وي جو ذير. طب نقدر نروح هناك ازاي؟ اكيد هيقول له باي باس. يعني ايه باي باس؟ بالاتوبيس. يا مستر وحضرتك عرفت ازاي؟ ما لما اقرا تحت هتقول اوكي وي كان ميت تومورو ات ذا باس ستيشن. يبقى احنا هنتقابل في محطه الاتوبيس. فبالتالي طالما قال له كده اكيد هو قال له هنروح بالاتوبيس. فاكيد لما هقول له اوكي وي كان ميت تومورو ات ذا باس ستيشن اكيد هقول له جريت عظيم وبعدين يقول له سي يو تومورو. يعني ايه سي يو تومورو؟ اشوفك بكره ان شاء الله. تعالى حبايبي يلا نشوف السؤال الثاني. عندنا كلمه جود يعني جيد فلورز يعني ادوار او ارضيات وعندنا كلمه فيريز يعني معديات ستريتس شوارع بيتر يعني افضل اكسبنسيف يعني غالي. ولوتس اوف بيبل ان الكسندريا يوز ذا ترام تو ترافل اراوند ذا سيتي.
It's easy to use and it isn't a واللي سهل الاستخدام وليس ايه؟ طبعا عارفين ان الترام مش غالي يبقى it isn't expensive يعني هو مش غالي. It means it's cheap. Trams are electric بتمشي بالكهرباء. So they are a for the environment than any other types of transport. خلي بالك في هنا كلمة than يعني في هنا مقارنة فإذا هي أفضل. اوعى تقول good يبقى لازم أقول better يعني ما ينفعش أقول جود يا مستر. لا طبعا لو قلت جود يبقى أنت كده ما عملتش مقارنة بينها وبين أنواع المواصلات الأخرى. Some of the trams in Alexandria are unusual. بعضها غير معتاد. They have two floors يعني ليها طابقين اتنين شكل ما قرينا. I like sitting at the top and watching the A below. يعني بحب أقعد في الدور العلوي وأشاهد إيه؟ طبعا أنا ماشي هنا فين؟ في الشارع فأكيد هقول and watching the streets below. واشوف الشوارع تحتي. تعالوا نشوف حبايبي يلا القطعه اللي بتتكلموا لها عن اسوان. بيقول لي اسوان is a beautiful city in the south of Egypt. اسوان دي مدينه جميله في جنوب مصر. The river Nile runs through the city and there are lots of things to see and do. بيقول لي ان نهر النيل بيجري في المدينه دي وفي حاجات كتيره تشوفها وتعملها. Many people visit the botanical garden when they are in the city. بيزوروا حديقة النباتات لما يكونوا في المدينة. There are many trees and plants from all around the world there. يعني في نباتات وأشجار من جميع أنحاء العالم هناك. Another place to visit in Aswan is Nubia. هي النوبة. Nubia has many historical monuments and interesting places to see like the great temple of Ramses II, Elephantine Island and the Nubian Museum. After visiting the museum, some people take a boat. طبعا بيقول لي بعد زيارة المتحف بعض الناس بتاخد قارب to visit a real Nubian village near Aswan عشان يزوروا قرية حقيقية بالقرب من أسوان. People come here to learn all about the culture and the history of people in Nubia. طبعا كل الناس بتيجي عشان تعرف تاريخ وثقافة الناس اللي موجودين في النوبة. They also buy some souvenirs and take photos يعني يشتروا هدايا تذكارية وكمان بيلتقطوا صور. They have a wonderful time يعني بيستمتعوا بوقتهم جدا. Number one بيقول لي the main idea of the passage is الفكرة الرئيسية للقطعة هي the weather in Egypt يا ترى الطقس في مصر ولا people enjoy visiting أسوان الناس بتستمتع بزيارة أسوان ولا the problem of environment يعني مشكلة البيئة ولا traveling abroad ولا السفر للخارج. طبعا أكيد people enjoy visiting أسوان الناس بتستمتع بزيارة أسوان. تعال نشوف number two بيقول لي the underlined word botanical means botanical قلنا نباتي في معناها plants. Plants معناها نباتات. تعال نشوف number three بيقول لي the great temple of Ramses II is in بيقول لي ان معبد رمسيس الثاني العظيم ده موجود فين؟ اكيد طبعا موجود في اسوان. طب تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي what can people visit in Nubia؟ الناس ممكن تزور ايه في النوبه؟ طبعا شكل ما قال لي هنا حبايبي the great temple of Ramses II, Elephantine Island and the Nubian Museum يبقى دي الحاجات اللي يقدروا يزوروها في النوبه. يبقى ده السؤال الرابع. نمبر 5 بيقول لي summarize the second paragraph of the passage in one sentence بيقول لي لخص الباراجراف الثاني في جمله واحده. طبعا حبايبي الباراجراف الثاني هنا اللي بيبدا من اول another place to visit in Aswan is Nubia. وطبعا حبايبي لو انا عايز الخص ده هلاقي الجمله الثانيه هي اجمل حاجه ممكن اتكلم عنها بتلخيص اللي هي Nubia has many historical monuments and interesting places to see. يعني بيقول لي ان النوبه دي فيها اماكن تاريخيه كتير وشيقه تقدر تشوفها. تعالوا حبايبي نشوف السؤال السادس بيقول لي why do you think people like to visit Nubia؟ ليه الناس بتحب تزور النوبه؟ طبعا لو بصينا فوق في نفس الصفحه هلاقيه بيقول لي people come here to learn all about the culture and history of people in Nubia. يعني بيجوا عشان يتعلموا عن ثقافه وتاريخ الناس في النوبه. They also buy some souvenirs and take photos وبيلتقطوا كمان صور. They have wonderful time وبيستمتعوا بوقت كيد. قول لي ده الإجابة على why do you think people like to visit Nubia. تعال نشوف يا حبايبي يلا سؤال الاختياري. Number one بيقول لي is a place where people can go to see paintings, photographs, objects, etc. عم بيقول لي ايه هو المكان الناس بتروح عشان تشوف لوحات او رسومات وصور وكمان objects. طبعا ده اسمه exhibition واكسبيشن حبايبي بمعنى معرض. تعال نشوف number two بيقول لي is a place where you can catch a train. مين المكان اللي انت بتركب منه القطار؟ اكيد طبعا ده اسمه بلاتفورم وبلاتفورم حبايبي اللي هو الرصيف.
هنشوف نمبر 3 بيقول بي كيرفول وين يو كروس ذا ستريت، خليك حريص وانت بتعبر الشارع. ذا انتونيم اوف كيرفول از، عايز عكس حبايبي كلمه كيرفول، قلنا كيرفول يعني حريص، عكسها كيرلس، وكيرلس معنى مهمل. وقلت لك خلي بالك اف يو ال دايما تدينا الصفه الايجابيه، اما ال اي اس اس تدينا دايما الصفه السلبيه. تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي his father is a great engineer he did great a works. طبعا بيقول لي باباه مهندس عظيم فبيعمل اعمال هندسيه. يعني ايه اعمال هندسيه بقى؟ اسمها engineering works. تاني engineering works. تعال نشوف حبايبي نمبر 5 بيقول لي a is a structure that helps people vehicles or things cross over rivers valleys or roads. ايه هي المباني اللي انا من خلالها اقدر اعبر الانهار والاوديه او طرق كمان؟ دي طبعا حبايبي بسميها بريدج، وبريدج حبايبي معناها كوبري. تعال نشوف نمبر 6 بيقول لي ماي فريند سند مي ان انفايت فور هيز بيرثداي بارتي. طبعا حبايبي ان دي بتيجي قبل الاسم، فبالتالي ما ينفعش اجيب انفايت لان انفايت فعل. طب انفايت عشان اخليها اسم، لان هنا بيقول لي تو كوريكت ذا to correct the underlined word at the suffix. هنحط بقى الايه ان هي ايه؟ اكيد طبعا A-T-I-O-N عشان تبقى invitation. invitation معنى دعوه. تعال نشوف السؤال الخامس، سؤال التصحيح بيقول لي the train to port سعيد، يعني القطار لبورسعيد. ايه this station at 3:15، والقطار لبورسعيد بيغادر. القطار ده مفرد ولا جمع؟ هتقول لي مفرد. طب المفرد ما يجيش معاه مصدر، المفرد يجي معاه فعل في اس، وخلي بالك ان دي مواعيد ثابته، والمواعيد الثابته حتى لو بتكلم في المستقبل بجيب برضو مضارع بسيط. تعال نشوف نمبر 2 بيقول I usually eat my sandwiches a break. بقول انا دايما باكل السندوتشات في الفسحه. طب الفسحه بتاخد حرف الجر ايه؟ تقول لي ات، فاقول ات بريك لان ده وقت محدد. تعال نشوف نمبر 3 بيقول going straight on then take the second road. كده instructions، فبالتالي لازم يكون في المصدر فاقول go. تعال نشوف نمبر 4 بيقول Mariam's birthday is at the first of ابريل، هو الاول من ابريل ده ايه؟ تقول لي ده يوم، انا بتكلم كده عن تاريخ فبالتالي لازم اقول on. تعال نشوف نمبر 5 بيقول what time is the show start. نفس الفكره، طالما في فعل في المصدر يبقى ما ينفعش ابدا اجيب is ولا are لان بيجي وراهم الفيرب بلس اي ان جي، فبالتالي هقول حبايبي what time does. طب ليه ما قلتش do؟ هقول له الشو هنا مفرد فاقول what time does the show start. طبعا حبايبي الباراجراف هنا بيكلمني عن ريفيو اوف ا بيوتيفول بليس ان يور هوم سيتي، دي مقاله نقديه عن مكان جميل في مدينتك. طبعا هنا حبايبي لما اجي اكتب مش شرط ان اكتب عن المدينه اللي انا عايش فيها بالظبط، يعني ممكن اكتب عن اي مدينه تكون مشهوره وفي اماكن مشهوره اقدر ازورها، شكل مثلا كايرو، شكل جيزه، شكل اسوان، شكل ما احنا قاريين لسه القطع دلوقتي عن اسوان وعن الحاجات النوبيا مثلا النوبه وعن الاماكن الاثريه اللي موجوده فيها. عادي ممكن اكتب شكل الباراجراف ده بالظبط، شكل القطعه دي، ممكن اكتب عن كايرو، عن القاهره. وطبعا لازم اقرا الدروس كويس جدا لان الدروس دي هي اللي بتمكنني ان انا اكتب باراجراف كويس. لما يبقى فيه انبوت كويس برضو يبقى فيه اوتبوت كويس. فان شاء الله بتقرا الدروس مره واثنين وثلاثه وبعد كده تكتب الباراجراف. تعالوا حبايبي بقى نشوف اسئله البابل شيت. عادي حبايبي جدا، هي اسئله اختياري، هو الفرق بس ان انا بعد ما اختار الاختياري بعلم على الحرف بتاعه، الدايره بتاعته بلونها بالكامل، بظلل عليها بالكامل. دي اسئله البابل شيت. بيقول لي يوسف اسكس حسن اباوت هاو هي كاتشز ذا باس تو ذا زو، ازاي بيلحق بالاتوبيس اللي رايح حديقه الحيوان. فيوسف بيقول له وير كان اي كاتش ذا باس تو ذا زو، هو انا اقدر الحق بالاتوبيس اللي رايح حديقه الحيوان منين؟ طبعا هنا بيقول له يو كان جو تو ذا ستيشن، you can go to the train station ولا you can take a taxi ولا you can go to the bus station ولا you can't go to the bus station. اكيد طبعا انا عايز الحق الاتوبيس فبالتالي لازم اقول you can go to the bus station. فيوسف بيقول له the bus station، وبعدين ساله سؤال قال له go past، هنا وصف له الطريق فبيسال عنها، فحاول طبعا ايه where، يبقى where is it؟ قال له go past the museum and then turn left then take the second road on the right. فيوسف قال له is it far away؟ طب هل هي بعيدة؟ فطبعا رد عليه وقال له it's just a 10 minute walk، ده 10 دقايق بس ماشي. يبقى هي بعيدة ولا مش بعيدة؟ أكيد طبعا مش بعيدة، فهقول له no it isn't، لأن معنى نقوله just حبايبي معناه إن هو مستقل المسافة دي، يبقى إذا هي مش بعيدة. طيب فسأله سؤال قال له yes I visited it before. طب خلي بالك إن الإجابة هنا في زمن الماضي، يعني السؤال بيبدأ
بديد، فاذا هقول له did you visit it before، هل انت زرتها قبل كده؟ فيوسف بيقول له did you enjoy your time there، هل انت استمتعت بوقتك هناك؟ طبعا برضو طالما السؤال بديد يبقى الاجابه فيها did، فاكيد هقول له yes I did. برضو سؤال التصحيح حبايبي بيجيبه لي اختياري، بيقول لي the school bus always arrive on time on all days. طبعا نفس الكلام، school bus مفرد، always مضارع بسيط، فلازم اقول arrives. طب تعال نشوف number 2، بيقول لي Egypt school start in September and ends in May. مش محتاجة حاجة، هو قال لي and ends، فلازم برضو الفعل الأولاني كان فيه s فحول start. طب تعال نشوف number 3، بيقول لي my office is in the building next to the station. طبعا next عشان تكمل لازم محتاجة to، فعشان كده أقول next to the station. طب تعال نشوف number 4، بيقول لي what do you usually do a mother's day. day ده يوم خلاص وده احتفال، فلازم اقول on mother's day. تاني on mother's day. شكل ما قلنا حبايبي بابل شيت بقى معناها ان انا بحط دايرة او بظلل الدايرة اللي انا خدتها. يعني مثلا احنا في السؤال الاولاني اخترنا سي، فكل الموضوع ان انا باجي على سي واظللها كده، ما بسيبش منها اي حاجة. نفس التظليل كده، ما بسيبش منها اي حاجة واظللها بالكامل بس كده، عشان بعد كده ان شاء الله هنحتاج ده لغايه ما تطلع ثانويه ان شاء الله. وبعمل كده بقى في كل الاجابات اللي انا اخدتها. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناه اشترك بسرعه، لو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجي لك تنبيهات بكل الحلقات اللي جايه ان شاء الله. ما تنساش اللايك بتاعك الجميل وشير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد ان شاء الله. استنونا في الحلقه الجايه مع بداية الوحدة الثانية إن شاء الله. Goodbye. السلام عليكم.